السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. معظمنا لا يستغنى عن استعمال الهيدفونز في حياته اليومية، ومع كثرة استعمالها أو وجود أطفال في البيت أو وجود قطط في البيت، الهيدفونز بتتعرض للتلف. اللي مربي قطط عنده في البيت عارف أنا أقصد إيه كويس. وطبعا بنرمي الهيدفونز التلفة وبنشتري هيدفونز جديدة. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم مع بعض كيفية إصلاح أحد أعطال الهيدفونز الشائعة، وهي إن فردة تكون شغالة وفردة تكون فاصلة. فهنقوم بإصلاح فردة الهيدفونز التلفة لتعود للعمل مرة أخرى. فتعالوا بنا نشوف هنعمل كده إزاي.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.